السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نقوم في حل أسئلة انتهاء المقاطعة وهو الدرس الخامس. عندنا هنا في السؤال الأول: أصف معاناة المسلمين جزاء أو إجراء المقاطعة. طبعا استمرت المقاطعة 3 سنوات، ألقى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه الجوع والعذاب والشدة، حتى كان الناس في مكة المكرمة يسمعون بكاء الأطفال الجائعين وعويل النساء، فقد قطعت عنهم المؤونة إلا من يصلهم من الطعام. عندنا أوضح كيف انتهت المقاطعة. طبعا إن الحمية والرأفة أخذت نفر من كفار قريش مما تربطهم صلات قربة ببني هاشم، فتعاهدوا على نقض المقاطعة وتمزيق الصحيفة الظالمة الجائرة التي نصت على أقصى ما يمكن أو أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان بأخيه المسلم أو بأخيه الإنسان. عندنا هنا: بما تفسر أكل دودة الأرض كل الصحيفة عدا باسمك اللهم؟ طبعا هنا دليلا على علو شأن الله تعالى وإبقاء اسمه دليلا على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الصحيفة بالفعل كانت موجودة ولم تسرق. عندنا هنا: أظهرت المقاطعة تمسك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقيمتين عظيمتين، ما هما؟ طبعا الثبات على الموقف، طبعا هنا الإجابات: الثبات على الموقف الصحيح وهو الإسلام، وأيضا التحمل الصبر على الشدائد. كذلك عنا قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طبعا كانت المقاطعة سببا في خدمة الإسلام ودعوته. هنا أرتب الأحداث التالية حسب تسلسلها الصحيح. طبعا رقم 1: قريش تستنفذ كل المحاولات من أجل ثني محمد صلى الله عليه وسلم عن الدعوة. رقم 2: قريش تنفذ مقاطعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وتكتب ذلك في صحيفة تعلقها في جوف الكعبة. كذلك رقم 3: المسلمون يلقون أشد أنواع الأذى والجوع ويأكلون أوراق الشجر جراء المقاطعة. رقم 4: تعاهد نفر من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على تمزيق الصحيفة وإنهاء المقاطعة. رقم 5: الأرض أكلت الصحيفة عدا عبارة باسمك اللهم. الآن ننتقل إلى حل هذه الأسئلة. عندنا هنا: تصمم مشروعا جميلا ذا فكرة مبتكرة، ولكنه يحتاج إلى وقت وجهد كبير. طبعا هنا الإجابة عدم الاستعجال للنتائج. عندنا توجيه: ننصحك لزملائك باستمرار ولكنهم لم يستجيبوا. طبعا هنا الصبر. وهذه هي الأسئلة والإجابات، وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع لتعم الفائدة وأيضا الاشتراك في القناة.